يوم بين من يدعو إلى العودة إلى الحجر الصحي الشامل وبين من يرى في جلب التلقيح الخلاص لهذه الأزمة ولهذا الإشكال؟ أنت شنو رأيك وشنو موقفك؟ شوف، الحجر العام الآن ما عادش يعطي نتيجته كما في الموجة الأولى. ليش؟ خاطر الحجر العام انفلتت الأمور بالنسبة لك. إيه، الحجر وصلنا للانتشار المجتمعي. شو معناه؟ فما بارش حالات موجودة في المجتمع. قبل كانك عندك شوية حالات، دونك تقول بالحجر أنا باش نعزل الأغلبية على الأقلية اللي عندها المرض. سي معقول منطق، قولوا شد دارك حتى كي يخرج في النهج للعطار ولا للكذا مور ما ثماش عدوى، وانت قاعد الحالات هذيك الموجودة القليلة قاعد تكتشف فيها وتشوف الآن. يعني حتى كي تعمل الحجر العام المواطن مش بيشد داره ويسكر على روحه. أولا فور بوسيبل باش تلقى عنده واحد في العائلة إذا ما يلتزموش معناها الوقاية الفردية وكذا كذا يعديوا بعضهم. اثنين، بالضرورة مش يخرج للشارع يقف الناج وجيرانه وكذا، باش يمشي للعطار باش يمشي للجزار. دونك والحالات موجودة برشا باش يعطي نتيجة، لكن ما يعنيش هذا أنه لا يلتجأ إليه بصورة محدودة. وممكن نشوفوا الحجر الموجه ذكي، حاجه هو مثلا المواطنين اللي هما عندهم دي فاكتور دو ريسك نجموا نعفوهم من الخدمه، يعطيهم كونجيات، اللي عنده السمنه واللي عنده السكر واللي عنده الفتق النفس. اي خاطر هاو، لانه الدقال كبير الضرر الكبير يحصل بالوفاه، الا يمرض ويبرى الحمد لله، اما الضرر الكبير يحصل بالناس اللي تتوفى. هذه الفئة هذه هي اللي تصير فيها أكثر وفيات. دونك كي نعطوها إجراءات بلو بوسي من عموم المجتمع نربحوا مع الفاكسان اللي ما لازمناش نزهدوا فيه الفاكسان، وإن شاء الله ربي يوفقنا. تتوقع جلب التلقيح هذايا في قادم الأشهر، من العملية ما زالت ضبابية حسب المعطيات اللي عندك دكتور؟ أنا نأمل أنهم في فيفري يحصلوا على الفاكسان إن شاء الله. فما إمكانية لهذا؟ إن شاء الله قايمين بجهود كبيرة وإن شاء الله ربي يوفقهم، وقاعدين طالبين من المزودين عاقدين معهم باش يعطوهم على الأقل نسبة نبدأ بها، لأن احنا بيدنا الكاباسيتي نتاع الفاكسيناسيون. بريطانيا قاعدة تعمل في 200 ألف تلقيح في اليوم، احنا إذا كان جينا كمية نعملوا كل يوم 10-20 ألف معناها تلقيح، خاصة الفئات الأكثر معناها تعرض يعتبر شيء باهي.